اللي هي اعتلال في مركز حدة الإبصار. هلا كمرض احنا بنقسمه لقسمين اللي هو الويت والدراي، الرطب والجاف. قد تؤدي هذه تراكم السموم لموت الخلايا اللي بمركز حدة الإبصار، فمسويها هذه اللي هي الدراي، أو تؤدي إلى نمو شعيرات غير دموية طبيعية. غير طبيعية تحت الشبكية. هذه الشعيرات بتكون هشة فراجايل، ممكن إنها تتفجر في أي لحظة وينتج عنها المرض اللي إحنا بنخاف منه وبنحذره. هلأ ليش أنا بحب إنه ليش كنت حابب إنه نحكي عن هذا المرض؟ هلأ إحنا عادة ببلش هذا المرض عادة بعد الأربعين، بالخمسينات، بالستينات. بيصير في تراكم سموم، المريض ما بيحس عليه. بيصير في تجمع بدايات نمو الشعيرات شوي الدموية. خلينا نسميه إنه يعني هو سيستم طبيعي من جسم الإنسان. المريض لا يشعر أبداً. ما في أي أعراض. تبدأ نمو الشعيرات الدموية، ما في أي أعراض. يبدأ العرض مع تفجر الشعيرات الدموية. لأنه بيصير في عنا نزف تحت الشبكية. بيفصل الشبكية عن مكانها، بيؤدي لخثرة دموية تحت الشبكية، بتسبب أضرار كبيرة بالشبكية. بس هاي يمكن لما يتطور. بالضبط. وصلنا لمراحل هون ببلش المريض يحس. قبل هيك لا يمكن اكتشافه من قبل المريض. بس المريض لما بيراجع طبيبه في الفترة في بدايات المرض، بيلاحظ الطبيب، ممكن يرشده لتعليمات وقائية، ممكن يرشده لأدوية وفيتامينز، يعني في عليها خلاف، بس الغالب الأطباء يعتقدوا بأنه تؤجل أو تؤخر تدهور الحالة. ممكن أنه يبلش له بالعلاج مبكرا. إذا بلشنا بالعلاج مبكرا إحنا بنحافظ على الشبكية ونحمي لاطخة الصفرة من أي مشاكل. طيب إحنا عشان قبل من بعد ونفوت بالعلاجات شوي بالتفصيل معك، نحاول نكسب منك قد ما بنقدر اليوم بما أنك معنا مجانا. معهم دكتور فور فري اليوم لايف. بدنا نقول أنه تنكس اللطخة الصفراء الشيخوخية بالعربي، احنا ما بدنا نستخدم مصطلحات صعبة، لما بقول تنكس اللطخة الصفراء الشيخوخية قصدنا انه صار في مشكلة بمكان اسمه اللطخة الصفراء. هي اسمها اللطخة الصفراء اللي هي بنص الشبكية، شيء اسمه اللطخة الصفراء، بصير فيه تنكس. شو التنكس هذا؟ الشيخوخي بيجي مع العمر بعدة اشكال، قالنا منها الطبيب انه الدراي والوت اللي هي الجاف والرطب. في شغلة انا بحب كتير احكي فيها، بيجيني المريض بيكون فاحص عند زملائنا بيحكي لي انا عندي اللطخة الصفراء. انا عندي اللطخة الصفراء. هلا هو طب ما انت عندك وانا عندي وكلنا عندنا اللطخة الصفراء. هاي شغلة معلومة كثير مهمة، كلياتنا عندنا اللطخة الصفراء، بس في انا عندي اعتلال في اللطخة الصفراء. يمكن معنا بيقولوا لي من المخرج في معنا صورة للطخة الصفراء. هاي لا، هاي احنا موضوعنا الثاني اللي هو الجلوكوما. لا هذا على الموضوع الثاني. اوكي لا هلا بنرجع لها. في عنا صورة تانية. هلا بنرجع لها. ايوه اوكي ايوه هذه هي. هلا أوكي. احنا زي احنا شايفين احنا عنا اللي منتصف هاي الشوية غامقة، المنطقة اللي شوي غامقة، هذه هي اللطخة الصفراء. النقط الصفراء هذه هي عبارة عن ترسبات السموم اللي تحت هاي الشبكية. النقطة الصغيرة. النقطة الصفراء بالضبط الصغيرة. اللي هي بالوسط عم بنشوفها. بالضبط. اوكي هلا هاي اللي على الجنب هي اللطخة الصفراء. اللي هي المنطقة الغامقة شوية. اللي في منتصفها. على فكرة هلا ممكن دكتور واحنا عم بنفرجي هاي الصورة للمشاهدين يمكن يفكروا هاي النقطة الصفراء هي اللطخة الصفراء. لا 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 هي مش هاي اللي على الجنب يا اعزائي المشاهدين، هي اللي السودة اللي بالوسط. بالضبط. السودة اللي بنص الصورة بالضبط اللي عم تشوفوها فيها سواد بنص الصورة وعليها نقط بيضة، نقط بيضة بالنص. هاي هي النقط البيضة، هذه هي المشكلة زي ما حكينا السموم. السموم اللي عم تترسب. فهلا احنا هذا بالنسبة لنا الويت او الرطب. بهالحالة شو بنقول؟ هذه اعتلالات اللطخة الصفراء الشيخوخية، النوع الرطب هذه. هلا في عنا صورة تانية. في صورة تانية. صورة تانية للدراي اللي هاي. أيوة. هذه طبعا حالة متقدمة جدا من اعتلالات اللطخة الصفراء الشيخوخية، بنلاحظ إنه تآكلت الشبكية كلياتها بمنطقة المنتصف.
هاي الدراي بصير فيها تآكل للخلايا، ما بصير فيها ترسبات، بصير الخلايا نفسها بتتآكل الشبكية اللطخة الصفراء زي ما احنا شايفين هون، اللطخة الصفراء كلها متآكلة. طيب دكتور بدي شكرا على الشرح للطخة الصفراء، صار الواحد عنده فكرة أوضح هلأ عن إيش عم بيحكي. في معنا اتصال محمد. محمد السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. مساك الله بالخير يا طيب. أهلا وسهلا، بمسي عليك وعلى ضيفك طبيبك الطيب. الله يخليك، أهلا وسهلا سيدي العزيز. في عندي أنا ملاحظة خاطئة من النص طبعا، هي بس موضوع الأطباء. تفضل. الله يحييك. أنا رجل من البادية الجنوبية. أهلا وسهلا. صارت في عندي سوسة في الأسنان. صارت في عندك إيش؟ سوسة في الأسنان. سوس، تسوس بالأسنان. نعم. فيا سيدي العزيز نصحني الطبيب بإني أشيل هذه الأسنان. فشلتها كاملة، يعني بتحدث زمان بدون أسنان طبعا حاليا أنا. نصحك إنه تشيل أسنان بالكامل؟ الموضوع اللي بدي أدخل فيه مع أخوي المقدم البرنامج والطبيب. أيوة تفضل. نعم معك. إنه يا سيدي العزيز هناك في الجامعة الأردنية أطباء بمجلس بيعملوا تشيل للأسنان. نعم. فأنا بناشد يعني أي طبيب بدون واسطة طبعا، واسطة ربي سبحانه وتعالى، بس بناشد أطباء في الجامعة الأردنية اللي بيشتروا للأسنان إنهم يعني يتبنون ويعملوا الأسنان. سيد محمد، أنا بأكد لك إنه مستشفى الجامعة الأردنية، وأنا بالأصل أنا طبيب أسنان بالأصل، قلت لكم هذا الموضوع يمكن بأول حلقة حكينا فيها. بأكد لك إنه مستشفى الجامعة الأردنية بيستقبلوا حالات، أنت كل ما عليك إنك تروح لهناك، بس تروح وروح على طب الأسنان واطلب إنك تتعالج في قسم الأسنان العلمي، يعني في عيادات الاختصاصات العليا لهيك حالات اللي بدها تركيبات عامل اللي تخلعوا أسنانه وكل إشي، بيعملوا لك والله حتى يعني أداء علمي 100% وأحسن من كل البرايم، ما بدنا نقول كل برايفت يعني أو كل القطاع الخاص، أحسن من أحسن ما يمكن أن تحصل عليه، كتير كتير جيد، ما بده واسطة، مفتوح لجميع الناس، ما عليك أنت غير تروح. أنا بدعوك أنه تتفضل مستشفى الجامعة الأردنية، مستشفاي وأهلي وناسي وأعزائي، بشجعك جدا أنه تروح. شكرا لك، مع انه مش موضوعنا اليوم، بنكمل هاي، اخذنا منك شوي احنا دكتور، اخذنا من العيون وروحنا على الاسنان. هلا احنا كنا عم نحكي قبل ما نقطعك بهذا الاتصال، انا توقعت انه حدا شاف اللطخه الصفراء وتذكر يعني ايش، فانه خلينا ناخذ هالمداخله. ليش بتصير هاي اللطخه الصفراء اذا كانت ناشفه ولا اذا جافه او رطبه؟ ليش؟ هلا هي اسمها الشيخوخية يعني بس للكبر؟ هي بشكل عام زي ما حكينا انه هي مرتبطة بالعمليات الأيضية. هلا يفترض بالوضع الطبيعي بالجسم الإنسان الطبيعي انه في طبقة من الشعيرات الدموية تحت الشبكية وظيفتها توصيل الغذاء للشبكية ونقل السموم المنتجة، بتكون هاي وطرحها بعيد عن الشبكية ضررة بشكل أو بآخر لسبب معين، بتصير الطبقة الفاصلة بين الشبكية وهاي الشبكة صارت لا تسمح بتمرير هذه السموم، فبتصير تتراكم هذه السموم تحت الشبكية. تحت الشبكية. طيب إيش ممكن يكون الأسباب؟ يعني مثلا نقول اللي بيأكلوا سكر كتير، مرضى السكري بنسمع إنه بصير في عندهم، هل هم أكثر عرضة مرضى السكري؟ هلا إحنا دخلنا على موضوع تاني دايبتيك، عم بعرف أنا عم بقترح إنه إيش ممكن تكون الأسباب المساعدة عشان الواحد يقول إنه عادة في ناس بربطوها بيقول لك جينيتيك فاكتور. في جينيتيك فاكتور، يعني عشان هيك إحنا بنفضل أي واحد تشخص عنده المرض إنه يكون يخبر عائلته كلياتهم يصيروا يعملوا فحص مبكر. بس هاي شغلة. من الشغلات الثانية بيحكوا انه التدخين، بربطوها بالغذاء اللي احنا بنتناوله، نقص وخصوصا منطقتنا اللي هي نقص الأوميجا 3 او زيت السمك اذا بتحب تسميه، بيزيد من سرعة تكون هذا المرض. فبيبكر سن الحدوث لهذا المرض. يعني هو زي زيوت الأوميجا اللي بتكسبوها من السمك بتساعد على احنا من الادويه اللي بنصرفها للمرضى وبننصحهم فيها اللي هي المغذيات الاوميجا 3 الانتي اوكسيدنت بشكل عام، الفيتامينز، حساس ننشط الخلايا
نعمل نوع من منع ترسب هذه السموم او بلاش منع، خلينا نحكي تاخير ترسب هذه السموم. يعني بيساعد، بيعمل على تاخير حدوث المرض بدل ما يحدث عندي على الخمسين. تاخير ما بيمنع. يعني هل انا بدي اسالك، يعني فرضا انا بكره بصير عمري 70 سنة، راح يصير معي تدهور باللثقه الصفراء؟ هل هذا هو نوع جزء من اجزاء الكبر؟ لا. اوكي، هلا جزء من اجزاء الكبر ممكن، وبس ممكن لا. الوضع يعني مش كت بوينت انه راح تصير او ما راح تصير. ممكن انها تصير، بس هلا اللي عنده مقومات انها تصير، سواء بالعيله بيربطوها بالتدخين كتير، بمناطقنا بننصح وبلشت مقدماته ننصح بهاي الفيتامينز. طبعا احنا ننصح الناس بشكل عام كلها تاخذ زيت سمك والفيتامينز وانتي ما بضره، هو شيء exactly. جيد exactly. بس ننصح انه الاشخاص اللي عرضه اكثر انه ياخذوها، لانه بتاخر. يعني انا اذا عندي حتصيبني على الخمسين واخرت لي 20 سنة، اعطتني 20 سنة بصر، انا مش خسران، ما ضرتني. بالعكس exactly. بالعكس اتس جود. طيب معنا عصام سمارة. عصام مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء النور. بمسي عليك وعلى دكتور العيون اللي عندك، والف مساء عليكم يا رب. اهلا وسهلا. بدي اسال الدكتور العيون، انا عملت في العين اليمين 4 عمليات. اول واحدة كان فيها مية، وبعدين لما دخلوني غرفة العمليات قالوا العدسة ما بتركب، ردوا بعد 6 شهور ركبوا لي عدسة. بعديها بفترة بطلت أقدر أشوف فيها، قالوا لي عندك خلل بالشبكية، عملوا لي عملية سيليكون. بعد العملية السيليكون قالوا لي بتتحسن، يعني بعد ما شل الدكتور السيليكون كل شيء يعني صارت بالرؤية 50%. هل في مجال إنه عملية ثانية أو ثالثة أو تصحيح للعين؟ وركبوا لي العدسة يا دكتور بالحجرة الأمامية مش بالخلفية. عدسة بالحجرة الأمامية. أوكي. أوكي. وصلت شكوتك سيد عصام. بنحاول هلا نأخذ إجابة من دكتور علاء. هلا شوي سؤال سيد عصام شوي خارج موضوعنا، هو الطرق لموضوع المي الساد اللي احنا بمجتمع بالضبط اللي احنا مجتمعنا مرات بسموه مي بيضه مرات بسموه مي زرقاء. اوكي. هلا هذا الموضوع، يعني انا كنت حاب برضو انه على اساس انه ننشر شويه وعي بهذا الموضوع، يا ريت انه يكون في مجال له في حلقات ان شاء الله قادمه. وممكن اليوم اذا ضل معنا كمان شوي ورا بنحكي فيهم، نحاول نحكي عن الساد شوي. سيد عصام، انت بس كان سؤالك انه ممكن تشوف هلا عمليه زياده، قال انه كان عنده ميه وعمل عدسه ما بتركب وراها. هلا مرات من مضاعفات، قالوا له شبكية ضاربة، بعدين قالوا له عملية سيليكون. اوكي، هلا احنا فتنا على كذا موضوع. احنا كنا بعملية الساد، انتقلنا من عملية الساد، من مضاعفات عملية الساد ممكن انه نركب العدسة في الحجرة الخلفية او ممكن نركبها بالحجرة الامامية. من مضاعفات عملية الساد مرات، يعني لو نسبة 1 بالمليون، بصير في عنا انفصال بالشبكية. انفصال الشبكية، احنا زي ما حكينا انه الشبكية جزء جدا حساس، اذا انفصلت من مكانها فهي انفصلت عن الغذاء تبعها. وهي خلايا عصبية يعني حساسة جدا. هلأ لما بترجع لمكانها أكيد الجراح لما رجع لمكانها رجعها بالشكل الصحيح تشريحيا، ولكن قديش من الخلايا تلفت على ما رجعت الشبكية لمكانها؟ هاي العملية لما انفكت ورجعت تصلحت وبعدين التأم الجروح، قدي صار منها صالح ليقرأ بالزبط. فهلأ انت لما بنسمع انه 50%، هذا رقم يعني جيد بصراحة. 50% بعد انفصال يعني شبكية ممكن انه يتحسن اكثر اذا عمل اي عملية اخرى. والله هذه تعتمد على كل حالة بحالتها، احنا ما بنعرف كيف الوضع، كيف رجعت الشبكية، هل في رجوحات سوائل داخل الشبكية، هل العدسة مناسبة، قياسها مناسب، كل هاي بتعتمد كيف وضع القرنية حاليا. هذه كلياتها بتعتمد